أيها الشهيد، لبيت نداء الوطن ورحلت عن هذه الحياة الفانية، ورضيت بالمقام عند ربك تاركا أعظم رمز للبطولة والشجاعة. ملأت الكون برائحة المسك العطرة لتنعش قلوبنا. لا نملك أمام ذلك إلا أن نقف لك وقفة إجلال واحترام وتقدير، ونستمع الآن إلى كلمة أسرة الشهيد رائد مقاتل بطل مصطفى حجاجي حلمي محمد فاضل، تلقيها والدته السيدة بهية طه محمد شعبان. يوم الشهيد ابنك بطل، اتباهلي واحكي عن تضحياته للبلد، اوعي في يوم تبكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الشهيد ابنك، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق محمد ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدة الشهيد الرائد البطل مصطفى حجاجي حلمي، شهيد الواجب الشرف الوطن. مصطفى كان على أدب وأخلاق. كان أمنياته في الحياة أن يكون يلتحق بالجيش المصري العظيم، وفعلا ربنا حققها له بعد الثانوية العامة. ربنا كرمه بأن يكون الأول على الدفعة 103 حربية. تخرج مصطفى كان 2009، استشهاده كان 2015. بعد تخرجه إن شاء الله بعد 6 سنوات، مصطفى في 7 رمضان 2015 كان عندنا في البلد، يفاجأ باستشهاد الشهيد العقيد أحمد الدرديري. صمموا وقرر أن يكون هو اللي يجيب حق الشهيد، حق ابن بلده. قال لبعض زملاته في البلد وبعض الأهالي أني أنا رايح سينا، بس بالله عليكم مش عايزة تبلغوا الوالدة ولا أخويا مصطفى ولا أخويا وائل، عشان مش عايز إنهم يكونوا يعني قلقين عليا. وفعلا مصطفى سافر واتصل بي بعض زملاء، إيه يا مصطفى قررت؟ قال قراري الأخير سينا إن شاء الله. بعض القادة قالوا لي يا مصطفى في فلان وفلان مرشحين أنفسهم للذهاب لسينا. قالوا لا يا فندم، أنا اللي هكون في حق الشهيد ابن بلدي العقيد أحمد الدرديري، وأنا أحق وأولى بي. وفعلا مصطفى قرر وصمم وذهب لسينا. مصطفى قبل استشهاده قتل كمية كبيرة من الإرهابيين الغادرين، أخذ حق الشهيد أحمد الدرديري وحق شهداء مصر وحقه هو قبل استشهاده. بلغت باستشهاده وكان خبر تعبني خالص، بس بقول الحمد لله رب العالمين، لأن هو التحق بالفردوس الأعلى وهو عايز يروح مكان. هو كان بار بينا في الدنيا وكان يعني عايز يرضانا الرضا نرضى، وحب يدخلنا الجنة برضه بعد استشهاده، يعني راح نكون شهيد عشان يدخلني الجنة أنا ووالده. بعد استشهاده صممت وقررت اني ادخل ابني الاصغر وانون الشرف بالجيش المصري العظيم تاني.
الطلب الوحيد من ربنا كنت دايما ادعي واصلي واقول يا رب اجعله من المقبولين يا رب، وفعلا حلمي كان من المقبولين في الكليه الحربيه. وحاليا في السنه الثالثه ان شاء الله اول اجازه حلمي ينزلها من الكليه يروح عند الشهيد يديله التحيه، يا فندم حقك وحق شهداء مصر في رقبتي ان شاء الله. انا بفتخر بيه في حياته باني انا ام بطل في القوات المسلحه، وبفتخر بيه في استشهاده ان ام الشهيد كل لما يكون فيه من الوزاره من المديريه في التربيه والتعليم ياجي المدرسه عندينا ام الشهيد مصطفى فين، ده افتخار وده كرم من عند الله. والله انا بوجه سؤالي، والله بقول يا احنا في 2011 كنا في الضياع، بس بفضل باذن الله بفضل الله عز وجل وبفضل الرئيس العظيم وبفضل الجيش العظيم ان نوصل لبر الامان والعزه والكرامه والبناء. فبنتمنى يا ريس مش فتره ثانيه، فتره ثالثه ان شاء الله عشان مصر تبقى في الازدهار. وبوجه كلمتي لكل شاب وكل جندي وكل فرد في القوات المسلحة ان تكونوا مصطفى، مصطفى عشان كان غيور على البلد على مصر ذات نفسها، انه حب يدافع عنها بعد في كل قطرة من دمه. وانا واولادي الخمسة فدا مصر والله، ودايما بأدعي بقول يا رب اهلك الظالمين بالظالمين واخرج مصر وجيشها سالمين واجعل كل مدبر في تدميره، اللهم امين. شتت شملهم، فرق جوعهم، شرد اطفالهم، عري نسائهم، اللهم امين يا رب العالمين. واجعل مصر في النصر ان شاء الله لبر الامان. وانا واولادي الخمسه فدا مصر، فدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كبيرة الجيش المصري العظيم مش بإنسانة، في كل وقت بألاقي بعض الناس الكثيرة منه بعض اللواءات والعمدة إن بيتصلوا بأم الشهيد، إيه عاملة يا حجة؟ والله دي والله ده كرم من عند ربنا، والله ده بفضل كده ربنا وبفضل الجيش العظيم اللي مش بينسى أهالي شهداء أهالي أبناء. فأنا بقول يا ريس إن شاء الله انت في احنا خلفك، احنا في فداء وفداء مصر وفداء ان مصر تكون بعزه وكرامه ان شاء الله. دي مصر كانت بعزه وكرامه بفضل الله وبفضلك وبفضل الجيش المصري العظيم. فبقول مره ثانيه تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بجيشها وشعبها ورئيسها وكل محبيها. اما المدبر لها فاجعل تدبيره في تكميله. السلام عليكم ورحمه الله. والده الشهيد الرائد البطل مصطفى حجاجي حلمي محمد فاضل شهيد الواجب الشرف الوطن. كل الشكر والتقدير للشهيد البطل رائد مقاتل بطل مصطفى حجاجي حلمي محمد فاضل ووالدته هي طه محمد شعبان.
فنحن يا مصر الصمود بالأمل لا بالغرور نحقق السلام، نبث الأمن والأمان، نرتقي إلى العلا إلى الأمام. يا مصر عشت وعاش رجالك أوفياء أقوياء شجعان. نعم إنهم أوفياء أقوياء شجعان. فكتيبة المقاتلين المصريين لا تنفد ولا تنتهي، بل إنهم مستمرون على الضرب رغم الأهوال والإصابات.